الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الفطور. نتشرف هذا المساء باستضافة شخصية نوعية عملت على كافة الجبهات الثقافية، وخصوصا الجبهة الثقافية المتعلقة بصيانة وحفظ ودراسة وغربلة تراث هذه الأمة، وخصوصا في جانبه المتعلق بالثقافة الحسانية بشقيها الشعري والموسيقي. ضيفنا هو الأستاذ والإعلامي والباحث محمد والصوينع. محمد الصوينع، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الفطور. كما هي العاده مشاهدينا الكرام، نقدم ضيفنا تقديما مختصرا. ضيفنا الاستاذ محمد الصوينع طبعا هو استاذ وكاتب وشاعر وباحث في التراث الحساني بالشقيه الشعري والموسيقي، منتج ومقدم للعديد من البرامج الثقافيه بالتلفزيون الموريتاني سابقا وفي الاذاعه الوطنيه حاليا، حاصل على شهادة الماستر في الإعلام والحضارة، يدرس حاليا مادة الإعلام الدولي بشعبة الحضارة والإعلام بالمعهد العالي لدراسات والبحوث الإسلامية، مع تقديم وإنتاج برنامج فن التافلويت بالإذاعة الوطنية. صدرت لضيفنا عدة مؤلفات، منها على سبيل المثال للحصر فنون الموزون، وهو دراسة تحليلية وتأملات فنية، كما صدر له كتاب بعنوان الأدب الحساني الثقافة الشفهية العالمة. ضيفنا أيضا عضو اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وهو صاحب أول موقع موريتاني متخصص في الأدب الحساني، وهو موقع الموزون. يرأس في هذا الإطار أيضا جمعية التافلويت للتراث الثقافي. أستاذ محمد الرصوين، نحن طبعا هاي السيرة ذاتية ما شاء الله الحافلة ما قدر نتناول جوانبها كاملة، ونتكلموا بالحسانية كما هي عادتنا في هذا البرنامج. لا، باختصار نسولوا محمد الصوينع مع هاي السيرة الذاتية الكبيرة ومع هذه الخدمة على كافة الجبهات للثقافة الموريتانية، وخصوصا الثقافة الحسانية بشقها الموسيقي والأدبي اللي هو الغنى، اش قدم محمد الله عنه؟ شنو الخدمة؟ شنو مستوى الخدمة اللي قدم لهذه الثقافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شاكر فريق التلفزة الموريتانية على هذه البرامج ما شاء الله الرائدة، وكذلك على البرامج بالذات. شكرا مولي على هذا التقديم والسؤال العريض اللي طرحت. احنا قاع عندنا اصلا علم دائما ما يسمن رقاش خدم اي رواية، ما هو لحش من الله لين فوت يمشي، اللي قال هذا كان خدمته للتراث زينة، وهذا كان كذا إن شاء الله يرحمه إلى آخره. وأنا بعد مثمن هذا السؤال اللي سول عن خدمة رقاش، مع أنها خدمة متواضعة بالنسبة لي أنا. أولا التراث كان حكر على أروقيش الكبار اللي فاتوا قيلوا، وعندنا أمثلة بارزة في هذا المجال. أنا ما نقدر نسمي رواية ما سميتهم، اللي هو العميد محمد بن إبراهيم والأستاذ المبدع بوكي العليات وغيرهم كثير، كيف الأستاذ ونا والخرشف والأستاذ سالم والعيد وأساتذة كبار رحمه الله رحمهم الله جميعا. أولا الشباب ما كان داخل في هذا المجال، وجيت أنا أصلا فيها الناس المتخصصة الكبار اللي تعرفه، جيت أنا وتوه ومساعدة مولانا وحسن الظن من الجمهور، خدمت أولا بجمع التراث، ثانيا حاولت على أني نقدمه ونعطي نموذج الشاب اللي قدم رواية ما أصلا يقدمها. المسألة الثانية هو تعريف الجمهور علد التراث من خلال تقريبه لهم عبر شاشة التلفزيون والأثير الإذاعة. المسألة الأخرى هو البحث والتأليف هذا المجال، لأن رقاجلين اللي يقبل عصارة جهد والله، عصارة بحث والله، عصارة تجربة، ويضعها في أيادي القراء، يعود ذاك مثلا مهم عنده اهتمام كبير. كذلك إعطاء
نموذج الشاب كمقدم، لأن مد ألفت عمالقة كبار شيوخ إن صح هذا التعبير يقدموا التراث، لأن التراث دائما أصلا تعرفه لا الناس اللي تقدمت في السن، لأنها نتيجة لتراكمات معينة، نتيجة لعمر معين، نتيجة لتجربة، ونتيجة كذلك لتلاقح ثقافات من نوع معين يعود رجاج يقدمه. لذا أعطيت نموذج الشاب اللي يقدم لزملائه لياك أنهم هما يقدموا في مكانه، لياك أن تخلق ذا اللي ينقالوا لا ريلاف، اعلن دائما لا حاشا من الله لين مش واحدين مش واحدين في بلدهم. انا صقع اخترت الشباب يتمكن من هاي الروايه لياك اعلنوا يحافظوا عليه. عقب ذاك على المستوى الاعلامي احنا عندنا اعلن جميع الفنون كامله استفادت من اللي ينقالوا الانترنت، استفادت من اللي ينقالوا الطفره التكنولوجيه الحديثه، الا فن الغنى الحساني وصوان. عدلت انا موقع ينقال له موقع الموزون، هو اول موقع متخصص في الادب الحساني كما تفضلتم، وعاد واجهه اعلاميه التقي من خلالها بالمشاهدين والقراء وحتى المعجبين، لياك اعلنهم يطرحوا ليد على هذا العلم اللي كان ما يجبركم في كتاب بدرس والله في عقود شيء من تواغط عند رقاش ما نلقى على خالقين واحدين يعياوا يحتكروه لانهم يختاروا عندهم من لكنا يعود ما ينحكى عند الناس كاملة، ويعود ما يقضوا رقاش ويتم يقدم به البرامج لانهم يختاروا يعودوا عندهم ولا هم درتوا انا على الانترنت وعاد مساوي فيه الناس كاملة، حد كامل عنده هاتف ذكي والله اورديناتور حاسوب يقد يطلع عليه. جميل ما شاء الله. وهذه طبعا اعلن زميلي لمجد، هذه انا نعتبر اعلنها خدمه متواضعه، ومعتبر اعلني مستقلها حتى ولاني مستكثرها، يا غير مقرش اعلن ورا هذا يدوروا يعقب والوقيش يقعدوا ويتكلموا فيها، لان ما جميل عندي انا نعود نتكلم فيها. احنا نختار المشاهد تكلم انت باختصار شديد جدا ملخص عن اهم المحطات البارزه في حياتك انت في خدمه هذه الثقافه اللي هذه وهذا التراث. شكرا. المحطات البارزه هو قاع ذا كان متواضع كامل، يا غير من اهمهم عندي محطه المحطه الاولى اللي هي اذاعه موريتانيا، لان اولا سبقت في الاذاعه ودتها شيت لها لاني من اهل التعليم وجيتها كمرحله اولى اعلني لتقيت بالجمهور وملي الاذاعه عندها انتشار واسع وجمهورها عريض وتصمت لها الناس كامله، وكانت محطة في حياتي المهنية وحياتي الأدبية، كانت عندي إعلانها محطة كبيرة التقيت اللي من خلالها بالمستمعين وجابرت مع رسائلهم وتمحرمت مع المستمعين أكثر، وتمحرمت مع هذا الجانب التراثي العميق اللي عنده دلالات كبيرة، ما هي إلا معرفة الأدب ولا هي إلا ذا، بل هو ذاتية المجتمع الموريتاني، وكذلك هم اللي يحيي القيم النبيلة في المستمع الكريم، ويحيي القيم النبيلة في المشاهد الكريم لاحقا في المحطة الثانية اللي هي عبر التلفزة الموريتانية اللي نحن نتكلم فيها حالا. التلفزة الموريتانية كذلك كانت محطة بارزة بالنسبة لي، لأن واسعة الانتشار وعندهم اللي فضاء واسع على كافة المشاهدين عبر العالم، لأن المشاهد كامل اللي يفهم الحسانية والمشاهد كامل اللي يفهم العربية لاهي يسمع ويشوف هذه البرامج الأدبية اللي نقدم، وكان هي المحطة الثانية، وكان فم تفاعل وثيق ما بيني وبين المشاهد الكريم، لأن كان عندي بريد إلكتروني للتلفزة للبرنامج دروس من الموزون اللي كنت اقدم في التلفزه، وهذا البريد الالكتروني اتفاعل مع المشاهدين الكرام، وكان من اول الناس يقبضوا جهاز حاسوب ويديروه
في برنامج ويعود وراهم رحال وشاكبو الآلات التقليدية. من أول الناس طرح الأورديناتير وعاد يقدم في البرامج، وعاد فم الإنترنت حالا الرسائل توصلني نفس الدقيقة ونعود نعرضها. هذا بالنسبة لمحطة التلفزيون، كانت محطة بارزة. كذلك لاحقا في المحطات الإلكترونية ومحطات التأليف والبحث ومحطات حتى التلاميذ حد يجابر معاهم. محمد شكرا. عندي سؤالين ولا يتجاوبهم جوابين ملخصين جدا. واحد منهم من خلال دراستك أنت لدب الحساني وتمرسك به ويعني وتمحريمك مع الثقافة، سواء الثقافة العالمة أو الثقافة الشعبية الواسع. اليوم شنو هي مساهمة والله المضامين اللي يحمل الأدب الحساني باش تقدر تساهم في كبح جماح القيم والأخلاق الفاسدة اللي صابة فينا حضارة العولمة؟ السؤال الثاني، تلخص لنا كتبك الاثنين كلهم، تلخصوا بكلمة واحدة. هذا السؤال الأول سؤال جيد تماما. هو الشعر والموسيقى، الشعر الحساني والموسيقى يجمعوا ما يفرقوا، من المسائل اللي تجمع وقد تحكم الناس عن ياسر من المسائل، خصوصا كيف هذه الناس اللي غارقة اللي ينقالوا وسائل التواصل الاجتماعي وذا، يلين اللي تجبر الغنى وتجبر الموسيقى يحكمها عن ياسر من المسائل. وكيف ما ينقال ولولا خصال سنها الشعر ما درى فغاة العلا من أين تؤتى المكارم. وكيف تعلن الرقاش لين يسمع التاريخ طويل ونزيه وخير من آدم يعتبره ويتم يعس على فيه لعله وقد في أثره. هذا هون يجعل المتلقي ويجعل الناس عندها ارتباط بذا وعندها القيم والخصال الحميدة اللي هذه هي رسالة الأدب أو لا يكون. المسألة الثانية تلخيص هذا الكتب الاثنين في كلمة، كتاب فنون الموزون هو عبارة عن دراسة تحليلية شامل الأدب الحساني ضوابطه ويقري الغنى والموسيقى عبر فصول وأبواب ودراسة مبسطة وتأملات فنية. بالنسبة لكتاب الأدب الحساني، هذا الأدب الحساني عبر تطوره التاريخي وعبر مقيله وفي موريتاني وعبر على أنه خدمته اللغة العربية، لأن كان ثقافة شفهية بينما الآن أصبح ثقافة عالمة، لأنه ينكتب عن طريق اللغة العربية ويوصل لياك أنه يعود يقد يسوق في أي ثقافة أخرى سوهية شنهي يقد يترجم بها إلى آخره. معناها أنه عاد ثقافة عالمة مشمن مكانه الشفهي، ثقافة شفهية إلى ثقافة عالمة تدرس وتدرس. أستاذ محمد والصوين، شكرا على هذه الإجابات. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيف هذه الحلقة من برنامج فطور الأستاذ محمد والصوين، الأستاذ والباحث والأديب ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية في مجال التراث والثقافة الحسانية بصفة عامة. إلى أن نلتقي وإياكم في رحاب حلقة قادمة من برنامج الفطور، لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.